السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. مقطعنا اليوم عن المزيون، لما أشغل المكيف، بسم الله، هذا رقم واحد. رقم اثنين ما يشتغل. رقم ثلاثة ما يشتغل. رقم اربعة ما يشتغل. يعني الستاندر هذا يعتبر، الحين يعتبر بس كأنه واحد يشتغل بس، الباقي ما يشتغل. فراح نفحص بالكمبيوتر بقطعة الـ OBD ونشوف شو يطلع لنا. راح نحط الـ OBD. وحين ندخل على البرنامج، ومثل ما تشوفون هذا طلع عندنا الكود B0645. ركز لي على الكلام اللي تحت، AC كومبرسر كلتش ريلي. الريلي هذا اللي هو الكتاوت، يعني في مشكلة في الكتاوت أو الدائرة الإلكترونية أو الكهربائية موجودة في الكتاوت، عفوا. فراح نشيل الكتاوت ونشيك عليه بالأول، لأن في ثلاث احتمالات العطل هذا. فراح نبدي أول شيء الكتاوت ونشوف شو يطلع عندنا. هذا الكتاوت او يسمونه الريلي. المشكلة اللي في بعضهم في اليوتيوب لاحظتم انا تشخيصه في فحص الكتاوت صح بنسبة 70 أو 80% بس، لان التشخيص حق الكتاوت ناقصة. فحصها عادل، لا بس بنسبة 80%، وهي الطريقة الصحيحة. كيف ناخذ موجب وناخذ سالب، ركزوا هنا، المتقابلين هذي ثنتين المتقابلين، واحدة موجب، مو مشكلة أي واحدة فيهم، واحدة موجب والثاني صالب. ركز لي على الصوت، فلما يسمعون الصوت يقولك هذا فيه صوت، معناته انه سليم، الملف اللي داخل سليم. اما اذا ما في صوت معناته انه عطلان. ما في صوت عطلان، امنا بالله ما مشكلة. بس اذا كان في صوت تحكم عليه انه عادل، ليش؟ الزاوية الصحيح شنو؟ انا اقول الصحيح اول خطوة هذه اللي يطلع فيه صوت بنسبة 80% صحيحة. العشرين الباقي انا اوريك الحين، تثبت الملف. المفروض اذا ثبت القطبين الموجب والسالب راح ينفتح خط من هنا لهنا. طيب كيف اعرف اني موصل الخط؟ راح استخدم جهاز الافوميتر. راح احط على الصفارة او الجرس. راح احط على الجرس. واخذ القطبين. واحد هنا والثاني هنا. ركزوا على الجهاز،
ماشي خل شوي خل ظهر الجهاز فيه خلل. دقيقة بس أنا شو أوكي شو الحين سمعوا شو حتى اللمبة ولعت معناته اللي توصل الملف من هنا لهنا بسبب القطبين الموجب والسالب متصلين فالملف هنا اعتبر سليم. شفت كيف؟ لو ما في اذا ما صاح الجرس وانت مسوي الحركة هذه معناته الكتاوت خربان. حتى لو سويت الحركة هذه في صوت شغال بس ما ينفتح الملف من هنا لهنا فهذا الكتاوت عطلان. فهذا استغربت انا من بعضهم انه يقولك بس مجرد صوت وهي الحقيقة انه يطلع فيه صوت وتكمل ايضا تقول لهم انك توصل بالجهاز الافوميتر على الجرس تحطه هنا. شفت كيف؟ معناته ان الريلي او الكتاوت سليمة. طيب والحل الحين؟ الحل نرجع للسيارة. طبعا المشكلة هذه لها ثلاث اسباب بالكود هذا الكتاوت وهذا فحصناه سليم ما في شيء. الشيء الثاني اللي يكون داخل مثل ما نقول احنا متغيب بعيد عن النظر من داخل الدرج هذا شفتوا هذا هذا هو المسؤول الثاني بالنسبة أكبر أنه هو يكون عطلان. هي نفس هذا الشريحة تنباع بهذا الشكل هذا هو الكرتون وهذا هو شكله اللي بغى يصوره. هذا المعلومات اللي عليه هذا شكله طبعا عشان ما اطول عليكم التصوير ركبت الجديد ما استفدت شيء منه يعني ما استفدت من شيء. بعدين ذكرت ان العطل هذا صادني وقت اللي غيرت الشاشة العامل اللي ركب لي الشاشة في نفس اليوم بعد ما رجعت البيت ما كان يشتغل عندي مروحة وكان فترة يعني بردة في الشتاء فما محتاج حق المكيف. فهنا شكيت ان المكان الثالث من نفس هذا قلت يمكن عطلان. راح نفتح الديكور كامل ونشوف ونشيك عليه. وهذا فتحنا الديكور راح نشيك على المفتاح هذا من داخل. اختصر الوقت بس بني بطلت عشان الوقت يعني. وهذا هو الفيش حقه انبطله معلش بيد واحدة لحظة بس خل نشوف الفيش من داخل الضفيرة. في أربع نحاس سمعنا هذا اثنين وهذا بعد نقص صغيرين الظهر هنا. هذه المشكلة تقريبا هنا أجل هنا في أربع نحاس هي الأولى والثانية والثالثة والرابعة أو الأصح واحد منهم كتوزيع كهرب والباقي حق السرعات. وهنا ما في إلا سلكين بس
وبالازركين. المشكله جات لي بس مجرد ان غيرت الشاشه. من غيرت الشاشه بعدها خلاص صار عندي عطل في المروحه. لا لحظه، هذا سلك متيب. عندك والله يشبه مالت ذي، اجل شكله طاح ولا عرف من الرجال وتيبه. اجغنا دخله هنا. اي والله ركب. اجل باقي الحين السلك الرابع، اجل باقي السلك الرابع. لهم طيبين ذي. هذا شنو هذا بعد؟ كل شيء جايز دام انه متيب. خلينا نشوف ايش اللي فيه بعد. ما شاء الله ما شاء الله، حتى انت بعد متيب. اطلع اطلع يا حبيبي اطلع. يلا خلنا ندخل هذا بعد اشوف وبنجرب. معلش بيد واحد، اعذروني شوي يا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة بس يا حبيبي يا حبيبي، هذا ركاب معناته الرجال انفصل عليه ما ادري وين المكان، راح تيبه وانا اللي اكلته. اجا معناته الركب اللي الضفيرة هنا جال، ونشوف نجرب ان شاء الله يشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. نشغل المكيف. يلا الحين راح نجرب نشوف. بسم الله. يا والله اشتغل رقم 2 ورقم 3 اشتغل. ايوه رقم 4 اشتغل الحمد لله. وهذه اذا واضح الصوت عندكم ولا لا. ثلاثة اثنين واحد. الحمد لله طلع الامور سهالة. طلع من الاسلاك هذه، بس راح امن عليهم. خلنا اطفي المكيف لحظة عشان ما يطيحون مرة ثانية. راح اضوق شوي من الفتحة هذه عشان يكبس عدل، والثاني بعد. لا الثاني ماسك زين. شوف هذا بعد. لا هذا يطيح، هذا يبغى له شوي اضوق منه. ممكن اضوق منه شوي. اضوق منه شوي بس عشان ما يزلق. ايوه والباقي كلهم ماسكين. هذا عاد اللي ما ندري عنه حق شنو. هذا بعد حق شنو؟ الله اعلم. يمكن هذا حق المسجل القديم، الشاشه القديمه. يلا ما عليه ما علينا. الحين راح اطبق. الحين شو رقم 2 3 4
وكذا خلصنا ولله الحمد، الأمور طيبة. هذا مقطعنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.